الرئيس السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة ويحضر كشف الهيئة للطلاب المتقدمين. مدبولي يترأس لجنة إصدار الرخصة الذهبية ويؤكد سعي الحكومة لتسهيل الإجراءات واعتبارات ملف الإنتاج والصناعة أمناً قومياً. رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا يقول إن الحكومة قد تستعين بالجيش لتخفيف أثر الاضطرابات. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. إلى التفاصيل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تطبيق المعايير الموضوعية والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر المتقدمة للالتحاق بأكاديمية الشرطة. جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الرئيس السيسي إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث شهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة. وكان في استقبال سيادته السيد محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة. حيث أكد سيادته على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر وإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بتطلعات الملقاة عليهم، بما يساهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، آخذاً في الاعتبار مسؤولية وزارة الداخلية في السهر على حماية أمن المواطنين. وقد دار حوار مفتوح ما بين السيد الرئيس والطلبة والطالبات المتقدمين حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية، وكذلك جهود الدولة ذات الصلة بعملية التنمية وما تواجهه الدولة من تحديات متنوعة. حيث أوصاهم السيد الرئيس بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة الاطلاع بانتظام، مشدداً سيادته على ضرورة أن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم جزءاً أصيلاً من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بوزارة الداخلية. أشاد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بافتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، مشيرا إلى أن ما تشهده الدولة من تسارع في معدلات النمو السكاني والعمراني كان يستوجب قيام مؤسسات الدولة المعنية بالبحث عن أفكار خلاقة، من بينها تبني خطة قومية لإنشاء مدن ذكية. وبالأمس القريب افتتح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة لتكون واحدة من أهم شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي،
وثمرة من ثمار خطة التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة، وتأتي ضمن مجموعة المدن الذكية التي شرعت الدولة في إقامتها والتي تضاهي مثيلاتها العالمية. وتعد مدينة المنصورة الجديدة نموذجاً متطوراً وحضارياً يضاف إلى سلسلة إنجازات الدولة المصرية، وبرهاناً دامغاً على أن الدولة بقيادتها وشعبها قادرة على مواجهة أي تحديات وعازمة على استكمال مسيرة تقدمها. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية، حيث وافقت اللجنة على 8 مشروعات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء. خلال الاجتماع استعرض مدبولي إجراءات إصدار الرخصة الذهبية، ما يسهم في سرعة الإصدار وبدء تنفيذ المشروعات، مشددا على أن الحكومة لن تسمح بأي تعقيدات في الإجراءات، ومؤكدا أن ملفات الإنتاج والتشغيل والصناعة تعد ملفات أمن قومي، ولن يتم السماح لأي أحد بعرقلة هذه الملفات. كما كشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم الإعلان عن تأسيس مكتب لتلقي طلبات المشروعات الراغبة في الحصول على الرخصة الذهبية. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد بغا، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس. دكتور، بعد التحية، ما هي رؤيتك للتوجيهات الرئاسية بسرعة إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات خاصة قطاع الصناعة، وما هي الرسائل التي يقرأها المستثمرين المحليين والأجانب من ذلك؟ مساء الخير يا فندم. طبعا جهد الدولة الحثيث في الوقت الحالي لجذب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية كان لابد لها من مبادرة رئاسية قامت على استحداث ما يسمى بالرخصة الذهبية، واللي بموجبها بيقوم المستثمر بالحصول على موافقة واحدة بأن هو ينهي كافة المعاملات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروع بتاعه. طبعا بتكون هذه الرخصة الذهبية لفترة زمنية مقررة من جانب الحكومة المصرية، واللي من خلالها بتقدر تستفيد الدولة من مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر اللي ممكن يتوفر نتاج هذه المبادرة. بالتأكيد أن المبادرة دي بتكون موجهة بمقام أول إلى قطاع الصناعة، واللي يعني بتعول عليه الدولة كثيرا في الوقت الحالي، نظرا طبعا أن احنا في أمس الحاجة إلى تعميق المنتج المحلي، وأن احنا نعالج الفجوة الاستيرادية اللي موجودة في بلدنا، وان احنا قدر المستطاع نحاول نوطن الصناعات اللي الدوله المصريه محتاجاها سواء في الفتره الحاليه او في الفتره المقبله. فبالتالي هذا نوع من التحفيز وهذا نوع من تنشيط الاستقطاب لمجال راس المال الاجنبي او راس المال المحلي اللي ممكن يدخل فيه صناعات موجهه من قبل الدوله خلال نعم. الفترة الحالية. إذن دكتور، يمكن القول أن الرخصة الذهبية كفيلة إلى حد كبير بجذب استثمارات عالمية في قطاع الصناعة. بالطبع يا فندم، هو طبعا احنا بنسهل على المستثمر قدر الإمكان، خاصة أن احنا عندنا مجموعة القوانين المنظمة لهذا الأمر في الوقت الحالي، ولكن عندنا معوقات أهمها طبعا البطء الشديد في تنفيذ الإجراءات من جانب الجهاز الإداري للدولة. فكان لابد من إيجاد وسيلة سريعة وحل سريع يتمثل في هذه المبادرة، اللي طبعا بتطمن المستثمر وبتقول له أنه إجراءاتك ستكون منتهية بمثابة فقط حصولك على هذه الرخصة اللي بتنهي كافة الموافقات اللي ممكن تحتاجها لإقامة المشروع، واللي ممكن يستغرق فيها وقت زمني طويل نسبيا. أعتقد مثل هذه الرخصة كانت طوق نجاة بالنسبة للاستثمار أنه هو يدشن بشكل سريع جدا، لكنها ستسهم بشكل كبير في تهيئة المناخ الاقتصادي للمستثمرين وتسهل عليهم وتدعم الصناعة أيضا. بالطبع، وهو ده الهدف المنشود، لأن زي ما قلت لحضرتك، حضرتك ممكن تقولي مجموعة قوانين كتيرة جدا ومنظمة كتيرة جدا، ولكن ممكن يجي موظف ويعرقل كل هذه الأمور. فبالتالي لابد من يعني جرين كارد كده أو كارت دخول بالنسبة للمستثمر، أنه هو بيضمن سلامة كافة إجراءاته حتى ولو كانت غير مكتملة. المبادرة الحقيقة بتهيئ للاستثمار
أرض خصبة جدا إن هو يوفق أوضاعه وإن هو يستكمل إجراءاته بمثابة حصوله على هذه الرخصة الذهبية اللي إحنا في الوقت الحالي محتاجين هذا الأمر. يعني إحنا بنشوف تصارع من جانب دول العالم في جذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة بالذات، فبالتالي مصر لديها فرص مهيئة جدا خاصة بعد الإجراءات الإصلاحية اللي حصلت في الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وهناك مستقبل واعد في قطاعات كثيرة جدا في الاقتصاد المصري طبعا، وأهمها قطاع الصناعة، ونحن في أمس الحاجة لذلك. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد بغا، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، كنت معنا عبر الهاتف. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاهتمام بتطوير المناطق المحيطة بالمشروعات الأثرية التي يتم ترميمها وإعادة إحيائها طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وخلال اجتماع عقد لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تقوم بتنفيذها وزارة السياحة والآثار خلال الفترة الحالية، تم استعراض مشروع ترميم المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية وكذا قصر محمد علي بشبرا، إضافة إلى مشروع ترميم معبد ابن عزرة بمصر القديمة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام القيادة السياسية بمشروع تطوير منطقة الحفائر بالفسطاط ضمن مشروع تطوير حدائق تلال الفسطاط. وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها مؤخرا لمتابعة الموقف التنفيذي وما يتم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع، مؤكدا أن تطوير منطقة حفائر الفسطاط يأتي في إطار مشروع إحياء المنطقة التراثية وتحويلها إلى متحف مفتوح يعبر عن أقدم العواصم الإسلامية في إفريقيا. انطلقت فعاليات التدريب المصري السوداني حارس الجنوب 2 والذي تجرى فعالياته على مدار عدة أيام في مصر بمجمع ميادين تدريب قوات حرس الحدود بمشاركة عناصر من قوات حرس الحدود وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود. وتضمنت المرحلة الأولى للتدريب إقامة معرض للأسلحة والأجهزة والمعدات التي تستخدم حديثا في مجال تأمين الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل وتحقيق الدمج بين القوات، والتدريب من خلال عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين. نظمت القوات المسلحة المؤتمر السنوي الأول لمعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم. تناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات وورش العمل التدريبية بمشاركة عدد من الخبراء المصريين والأجانب وأعضاء هيئة التمريض والمسعفين بمستشفيات القوات المسلحة وزارة الصحة والجامعات المصرية. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف تشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود الوزارة خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 1933 عنصراً إجرامياً ومصرع 8 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح وقتل ومخدرات وسرقة، وضبط معهم 905 قطعة سلاح ناري أبرزها رشاش وبندقية رصاص و157 بندقية آلية و141 بندقية خرطوش و30 مسدسا و575 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات،
الدقهلية ودمياط وبورسعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية. تم ضبط 378 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 3599 قطعة سلاح ناري بحوزة 2972 متهماً، أبرزها 2 جرينوف ورشاش و504 بندقية و328 بندقية آلية و170 مسدسا و2594 فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و480 خزينة، إضافة ل 5753 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط 24 تشكيلاً عصابياً ضموا 76 متهماً، قاموا بارتكاب 77 حادث متنوع. كما تم ضبط 458 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وتم كشف غموض 320 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 525 متهماً. كما تم إعادة 28 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,123,966 حكماً قضائياً، من بينها 8,075 حكم جناية و659,257 حكم حبس جزئي و122,844 حكماً مستأنفاً و1,034,516 حكم غرامة و299,274 حكم مخالفة. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 619 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 886 طنا، وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 106 أطنان، وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 738 طنا. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط 42 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 905 قضايا، من بينها 216 قضية خبز ناقص الوزن و223 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية التصدي لهجمات بالقرب من منطقتي لوهانسك ودونيتسك. وذكرت الهيئة أن القوات الروسية شنت ضربات صاروخية وجوية وأكثر من 30 هجوما بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان على طول خط التماس. (تصفيق)
قال مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية إن 507 بلدات في 8 مناطق أوكرانية لا تزال بدون كهرباء بعد الضربات الروسية التي ألحقت في الأسابيع الأخيرة أضرارا كبيرة بشبكة الكهرباء في البلاد. وأوضح المسؤول الأوكراني أن روسيا تواصل مهاجمة البنية التحتية الحيوية للبلاد، لافتا إلى أن منطقة خاركيف هي الأكثر تضررا وأن 112 من قراها معزولة. قالت مديرة المخابرات الأمريكية أفرايل هينز إن هناك توقعات باستمرار تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأضافت هينز أن كلا من الجيشين الأوكراني والروسي يتطلعان لمحاولة إعادة التجهيز وإعادة الإمدادات للاستعداد لهجمات مضادة بعد الشتاء. يبدو أن أمد الصراع في أوكرانيا سيطول وسط عمليات كر وفر وخداع استراتيجي من هنا وانسحاب وهجوم مضاد من هناك. المخابرات الأمريكية توقعت استمرار تباطؤ وتيرة القتال في الأشهر القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن كل من الجيشين الأوكراني والروسي يتطلعان لمحاولة إعادة التجهيز وإعادة الإمدادات للاستعداد لهجمات مضادة بعد الشتاء. على الجانب الروسي تقوم وحدات من الجيش بمحاولة بسط السيطرة وضرب مواقع تمركز القوات الأوكرانية، فيما تستمر كييف في المقاومة وتلقي الدعم المادي والعسكري من الغرب في مواجهة الدب الروسي. من ناحية أخرى أعلن مسؤولون أوكرانيون في منطقة خيرسون أنهم سيساعدون المواطنين على إخلاء أجزاء من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، وذلك على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو وسط مخاوف من اشتداد القتال. إلى ذلك أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها بمقاطعة سومي الأوكرانية تمكنت من اعتراض قذيفة مدفعية أمريكية عيار 155 مليمترا في مهمة وصفتها بالصعبة للغاية، حيث لا يمكن اعتراض قذائف المدفعية والهاون لصغر حجمها ولسرعتها. ووسط عدم تمكن أي من الطرفين من فرض سيطرته على الآخر، تتجه الأحداث في الأراضي الأوكرانية إلى المجهول في معركة لم يدفع ثمنها الروس والأوكرانيون فقط، وإنما بات العالم يئن تحت وطأة تداعياتها التي تخطت حدود المعارك. رفع جنود من وحدة الاستخبارات الجوية الأوكرانية العلم الأوكراني على الضفة اليسرى لمنطقة خيرسون. وأفادت وحدة القوات الخاصة في بيان لها أن تعليق العلم الأوكراني على برج رافعة الميناء الذي يقع على ضفة نهر الدنيبرو سيكون مقدمة لاسترجاع الضفة اليسرى لمنطقة خيرسون. قال رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا إن الحكومة قد تستعين بالجيش للمساعدة في ضمان استمرار الخدمات العامة إذا ما أضرب العاملون في قطاعات رئيسية. وفي الأسبوع الماضي أعلنت نقابة كلية التمريض الملكية البريطانية عن مواعيد الإضراب الأول لأعضائها منذ أكثر من 100 عام. قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بريل إن قرار تحديد سقف لسعر النفط الروسي سيخفض من العوائد المالية إلى روسيا. وأضاف بريل أن وضع سقف لسعر النفط الروسي سيلعب دورا في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية. قرر تحالف أوبك بلس الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية، وذلك عشية دخول عقوبات جديدة تستهدف الخام الروسي حيز التنفيذ. واتفق ممثلو الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وحلفائها العشرة بقيادة روسيا على الإبقاء على المسار الذي تم إقراره في أكتوبر، والذي قضى بخفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل في اليوم، وذلك حتى نهاية عام 2023. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يوجد سبب يدعو للقلق من انقطاعات محتملة للتيار الكهربائي هذا الشتاء،
داعيا المواطنين لتقليل استهلاك الطاقة ومطالبا شركة الكهرباء الحكومية بإعادة تشغيل المفاعلات النووية لمنع الانقطاعات في حالة الطقس البارد. شتاء قارس وأزمة طاقة ومواجهات عسكرية على الأرض، أزمات متلاحقة تواجه دول الاتحاد الأوروبي في ظل تواصل الأزمة الروسية الأوكرانية. فرنسا، وعلى لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلنت أن الحكومة تستعد للظروف الأصعب التي قد تعني قطع الكهرباء لبضع ساعات يومياً إذا لم يكن لدى باريس ما يكفي من الطاقة. أزمة طاقة دفعت الإدارة الفرنسية إلى دعوة المواطنين إلى تقليل استهلاك الطاقة، وكذلك شركة كهرباء فرنسا الحكومية إلى إعادة تشغيل المفاعلات النووية لمنع الانقطاعات في حالة الطقس البارد. شركة كهرباء فرنسا واجهت عدداً غير مسبوق من انقطاعات الكهرباء في مفاعلاتها النووية عقب أعمال صيانة، مما أدى إلى خفض إنتاج المحطات النووية إلى أدنى مستوى في 30 عاماً. ويأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا لإيجاد بديل لإمدادات الغاز الروسية التي قطعتها موسكو رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالعملية العسكرية الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي. وبثت وسائل الإعلام الفرنسية تقارير حول كيفية الاستعداد لنوبات انقطاع الكهرباء، حيث اقترحت شراء الشموع وفصل الثلاجات والمجمدات وشحن الهواتف المحمولة ليحمل الشتاء الحالي بين طياته الكثير من المعاناة لدول الاتحاد الأوروبي، وهو ما لم ينكشف كلياً بعد. أكد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أن ما لا يقل عن 193 مليون إنسان بالعالم باتوا خلال عام 2022 مهددين بالجوع نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية. وأشار تقرير الفاو إلى أن أزمة الحبوب كانت أشد وطأة على بلدان إفريقيا، وإن كانت الأوضاع أشد سوءا في بلدان بعينها في منطقة جنوب الصحراء. أخبار السادسة مستمرة معكم وتتابعون فيها. العاهل الأردني يختتم زيارة إلى الجزائر أجرى خلالها محادثات قمة مع الرئيس تبون. أدانت مصر محاولة اغتيال رئيس البعثة الدبلوماسية لجمهورية باكستان الصديقة في العاصمة الأفغانية كابول، والتي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنها. وأكد بيان لوزارة الخارجية على موقف مصر الراسخ بإدانة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، مطالبا بضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وفقا للقوانين والمواثيق الدولية، داعية إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لتكثيف منابع الإرهاب. أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أن العراق ماضي في طريق الديمقراطية بما يرسخ تجربته في احترام الحقوق والحريات. وخلال استقباله وفدا يمثل الجالية العراقية في الأردن، أكد الرئيس العراقي أن الحكومة عازمة ضمن برنامجها على تقديم أفضل الخدمات والارتقاء بواقع العراقيين ومد جسور التواصل والتفاهم وتعزيز التقارب بين جميع العراقيين. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن العراق اعتمد مبدأ التوازن في العلاقات الخارجية، ما يعزز استقراره ويحقق مصالح شعبه وأمن المنطقة. وشدد السوداني خلال لقائه السفير الصيني لدى بغداد على رغبة العراق في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية ومجالي الطاقة والاستثمار. وأكد رئيس الوزراء العراقي على مشاركة بلاده في القمة العربية الصينية والمقرر عقدها في العاصمة السعودية الرياض الشهر الجاري. غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الجزائر بعد اختتام زيارته الرسمية التي استمرت ليومين. كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وملك الأردن قد عقد محادثات ثنائية منفردة تلاها التوقيع على 5 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات.
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد 25 طائرة عسكرية صينية وأربع سفن حربية حول تايوان. وذكر بيان الوزارة أن طائرات جيش التحرير الشعبي التي دخلت جنوب غرب تايوان تشمل طائرة مضادة للغواصات وأخرى بدون طيار. وأظهرت المعلومات التي نشرتها وزارة الدفاع أن الطائرات التي حلقت عبر الخط الأوسط للمضيق تشمل أربع طائرات وأربع مقاتلات متعددة الأغراض. طلبت المعارضة الفنزويلية من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو تحديد موعد لاستئناف المحادثات السياسية. واجتمع وفد الحكومة والمعارضة في نوفمبر الماضي بعد أكثر من عام من التوقف، حيث اتفق على إنشاء صندوق من النقود الفنزويلية المجمدة، وستستخدم النقود في إصلاح جزء من منظومة الكهرباء والمستشفيات والمدارس في فنزويلا، حيث يعيش على الأقل نصف السكان البالغ عددهم 28 مليون نسمة تحت خط الفقر. ذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة أن موسم الإنفلونزا الحالي شهد دخول ما لا يقل عن 78 ألف شخص للمستشفيات، بالإضافة إلى وفاة أكثر من 4500 شخص في موجة وصفت بأنها الأسوأ من نوعها منذ عام 2018. وذكر بيان للمركز أن نسبة 7.5 من مرضى العيادات الخارجية في المستشفيات خلال الأسبوع الماضي كانت بسبب الشكوى من أعراض الإنفلونزا، وأشارت إلى أن ذروة موجات الإصابة بالإنفلونزا لا تكون في الأغلب إلا في شهري ديسمبر ويناير، غير أن هذه الموجة بدأت مبكرا عن المعتاد. أعلنت المزيد من المدن الصينية تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، حيث تحاول الصين جعل سياسة صفر كورونا أكثر دقة في استهداف بؤر التفشي. وفي الأيام القليلة الماضية أعلنت مدن عدة تخفيف إجراءات الإغلاق وقواعد الحجر الصحي واختبارات كورونا. تحاول الصين جعل سياسة صفر كورونا أكثر دقة في استهداف بؤر تفشي فيروس كورونا وأقل إزعاجا بعد احتجاجات غير مألوفة على القيود الأسبوع الماضي. وفي هذا الإطار أعلنت المزيد من المدن الصينية من بينها أوروماتشي في أقصى الغرب تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الفيروس. وقالت السلطات إن أوروماتشي عاصمة إقليم شينجيانغ حيث انطلقت أولى الاحتجاجات ستعيد فتح مراكز التسوق والأسواق والمطاعم وغيرها من الأماكن اعتبارا من الاثنين بعد عمليات إغلاق صارمة استمرت شهورا. وكانت هناك مؤشرات قليلة على حدوث اضطرابات كبيرة في مطلع الأسبوع بسبب قيود فيروس كورونا، ومع ذلك انتشرت الشرطة بكثافة في منطقة ليانغ ماتشياو في بكين وفي شنغهاي حول طريق أوروماتشي الذي سمي نسبة إلى أوروماتشي، وشهد الموقعان احتجاجات قبل أسبوع. وفي الأيام القليلة الماضية أعلنت العديد من المدن تخفيف إجراءات الإغلاق وقواعد الحجر الصحي واختبارات كورونا. يواصل بركان ماونا لوا، وهو أكبر بركان نشط في العالم، إطلاق الرمادي والحمم البركانية في جزيرة هاواي. وقالت وكالة إدارة الطوارئ في هاواي إنها فتحت ملجأين في الجزيرة كإجراء احترازي، لكنها لم تصدر أي أوامر بالإخلاء. وبركان ماونا لوا هو جزء من سلسلة من البراكين التي شكلت جزر هاواي، وكانت آخر ثوران لها في مارس وإبريل من عام 1984. وصلت قوافل وصل الخير 4 نشطها في محافظة سوهاج من خلال توزيع صناديق المواد الغذائية بمراكز وقرى المحافظة. تأتي قوافل وصل الخير بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى، وتوحيدا للجهود وضمان وصول المساعدات لمستحقيها بشكل عادل.
نظمت كلية الإعلام بجامعة بني سويف ندوة تعريفية للتعريف بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقام مسؤول مؤسسة حياة كريمة خلال الندوة باستعراض جهود المبادرة خلال المرحلة الأولى داخل المحافظة، والتي عملت على توفير الاحتياجات الأساسية مثل الصحة والتعليم ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز، إلى جانب رفع كفاءة الطرق والإنارة العامة وتأهيل وتبطين الترع. النهاردة الندوة التعريفية بما تقوم به مؤسسة حياة كريمة في إطار مبادرة حياة كريمة اللي تم إطلاقها من فخامة الرئيس السيسي من أكثر من 3 سنوات، لكي يعلم ولكي يتعرف طلاب كلية الإعلام بجامعة بني سويف بحجم الجهود التي تم إنجازها على مستوى قطاع مبادرة حياة كريمة في محافظة بني سويف. كنا موجودين النهاردة عشان نعرف الطلبة بالمرحلة الأولى اللي هي شرفت على الانتهاء وبداية المرحلة الثانية إن شاء الله اللي هتبدأ مع العام الجديد. كنا في المرحلة الأولى اشتغلنا في مركزي ناصر وبيبة، والحمد لله معدلات التنفيذ معدلات عالية جدا بكفاءة عالية وكهرباء على الانتهاء. بدأ اليوم التسجيل التجريبي للعيادات الخارجية لمستشفى المسلة التخصصي في أسوان. جاء ذلك بعد عملية التطوير الشاملة للمستشفى وإضافة العديد من الأقسام التي لم تكن موجودة بالمستشفى من قبل. وتضم العيادات الخارجية العديد من التخصصات والأقسام، حيث تقدم العلاجات اللازمة للمرضى والمترددين بالمجان. شهد السوق النموذجي الحضري الجديد بمجمع خدمات الدهار بمدينة الغردقة توافد أعداد كبيرة من المواطنين والسياح الأجانب، وذلك بعد أيام من نقل التجار إلى السوق الجديد. كان محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي قد افتتح المرحلة الأولى لمجمع خدمات الدهار الجديد، والتي تبلغ مساحته نحو 10,000 متر، وتشمل المرحلة الأولى 148 محلا بمساحات مختلفة. والمجمع مغطى بنظام كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة ومزود بنظام حماية مدنية متكاملة. نعت القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أركان حرب ناجي عبد العزيز شهود مساعد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والذي وافته المنية صباح اليوم بعدما قدم تاريخا عسكريا مليئا بالجهد والعطاء للوطن. وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الإعلامي الكبير مفيد فوزي صاحب المسيرة الإعلامية الحافلة. وتقدمت المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها بخالص العزاء لأسرة الإعلامي الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. هذا وقد شيعت جنازة الصحفي والإعلامي الكبير مفيد فوزي من كنيسة المرعشلي بالزمالك، حيث حضر الجنازة عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة. ورحل عن عالمنا اليوم الإعلامي مفيد فوزي عن عمر ناهز 89 عاما بعد صراع مع المرض. شخصية صحفية وإعلامية فذة ونموذج فريد لا يتكرر من الشخصيات الإعلامية، إنه الإعلامي المخضرم مفيد فوزي الذي أثرى الصحافة المصرية بنشاطاته المتعددة. ولد مفيد فوزي في 13 يونيو 1933 في محافظة بني سويف، وتخرج في كلية الأداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية في 1959. ظهرت موهبته المبكرة في الكتابة ولفتت نظر والدته التي شجعته على خوض غمار التجربة، فانطلق يجدد في عالم الصحافة.
بدأ مفيد فوزي حياته صحفياً متدرباً بجريدة روزال يوسف، ثم تم تعيينه محرراً بمجلة صباح الخير في عام 1957، وتتلمذ على يد رائد الاستنارة أحمد بهاء الدين، ثم أصبح رئيساً لتحرير مجلة صباح الخير لمدة 8 سنوات على التوالي. يعد مفيد فوزي أول من قدم فكرة تلفزة الصحافة أو تصحيف التلفزيون، والتي سار على دربه فيها فيما بعد العديد من برامج الصحافة التلفزيونية على شاشة التلفزيون المصري. قدم مفيد فوزي أيضاً العديد من البرامج التلفزيونية التي تعد علامة فارقة في عالم الصحافة المرئية والتلفزيون، أشهرها حديث المدينة وعلامة استفهام، كما قدم حوارات تاريخية مع العديد من مشاهير الفن والأدب والفكر والسياسة مثل يحيى حقي وإحسان عبد القدوس وأحمد زويل وفاروق الباز ومحمود المليجي. ربطته علاقات قوية بالعديد من أقطاب الفن والسياسة، فجاءت برامجه وحواراته ثرية نابضة، وقدم وأعد العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية في مصر والعالم العربي. لم يكتفي مفيد فوزي بأعماله الإذاعية والتلفزيونية، بل سارع بتوثيق معلوماته وخبراته الثرية في عدة مؤلفات بلغت 13 كتاباً، أشهرها هيكل الآخر وأسماء لامعة ورومانسيات في زمن الجفاف وصديقي الموعود بالعذاب والنجاح عن قصة حياة العندليب، كما قدم كتاب هؤلاء حاورتهم على جزئين. تزوج مفيد فوزي من الإذاعية الشهيرة أمال العمدة وأنجب وحيدته الصحفية حنان مفيد، وتوفي في 4 ديسمبر من عام 2022 عن عمر ناهز 89 عاماً بعد صراع مع المرض، تاركاً لأجيال من بعده ميراثاً كبيراً من الصحافة الفريدة وغير المسبوقة. ونتحول الآن لمتابعة لأهم وأبرز الأخبار الاقتصادية. أخبار المال والأعمال تأتينا بها ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكما محمد وأدا، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أعلنت شركة شفرن الأمريكية عن اكتشاف حقل غاز جديد في البحر المتوسط أمام العريش، وقدرت الشركة احتياطات الحقل الواقع في منطقة النرجس البحرية بنحو يقدر ب 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز. وكانت شركة شفرن قد وقعت 3 اتفاقيات العام الماضي للبحث عن الغاز الطبيعي في 3 مناطق بالبحر المتوسط، تتضمن منطقة شمال سيدي براني ومنطقة نرجس البحرية ومنطقة شمال الضبعة. عقد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين اجتماعا بمقر المنطقة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة استكمال أعمال التطوير بالموانئ التابعة ومستجدات المشروعات بالمناطق الصناعية وتكاملهما معا. وتطرق الاجتماع لمناقشة إنشاء شركة استثمارية تابعة للهيئة، والتي ستمثل ذراعا استثماريا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي سيمكنها من المشاركة بحصص في مختلف مشروعاتها وخاصة مشروعات الوقود الأخضر. شهدت حركة الملاحة بقناة السويس عبور سفينة الحاويات العملاقة إيفري أتوب، وهي أكبر وأحدث سفينة حاويات في العالم في أولى رحلاتها البحرية. وتعد السفينة هي العاشرة ضمن سلسلة من أحدث سفن الحاويات العملاقة التابعة للخط الملاحي إيفر جرين، وتتميز بأبعادها الضخمة إذ يبلغ طولها 400 متر وعرضها 61.5 متر وغطسها 16.30 مترا، وتبلغ حمولتها 224,000 طن، وتتخطى طاقتها الاستعبية 24,000 حاوية.
وفي سوق المال تفوق أداء مؤشر الأسهم القيادية على نظرائه بالمنطقة ليغلق مرتفعا، بينما انخفضت الأسهم السعودية والقطرية بفعل ضعف القطاعين المالية والبتروكيماوية. وأنهت البورصة المصرية تعاملات أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعومة بمشتريات محلية. وصعد رأس المال السوقية بنحو يقدر ب 23.6 من 10 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 913.9 من 10 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 14.78 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 2668 نقطة. وصعد مؤشر إيجي أكس 100 بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 3900 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيها فاصل 55 قرشا للشراء و24 جنيها فاصل 62 قرشا للبيع، وسجل اليورو 25 جنيها فاصل 87 قرشا للشراء و25 جنيها فاصل 96 قرشا للبيع، في حين وصل الاسترليني إلى 30 جنيها فاصل 16 قرشا للشراء و30 جنيها فاصل 28 قرشا للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فسجل الدرهم الإماراتي 6 جنيهات فاصل 68 قرشا للشراء و6 جنيهات فاصل 70 قرشا للبيع، وسجل الريال السعودي 6 جنيهات فاصل 53 قرشا للشراء و6 جنيهات فاصل 55 قرشا للبيع. قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن ألمانيا ستبرم ما يسمى بعقود حماية المناخ مع الشركات الصناعية العام المقبل لدعم الانتقال نحو الانتاج الأنظف والتحول إلى الهيدروجين. ويخطط هابيك لمنح الشركات العاملة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها الكيماويات والصلبة ترتيبات للحصول على دعم لمدة 15 عاما، وذلك مقابل تقليل انبعاثات الكربون في إنتاجها. Und ich glaube, dass die Industriepolitik und der Industriekongress heute just timely, genau zum richtigen Zeitpunkt stattfindet, um den Kompass zu eichen, den Blick nach vorne. انتهت جولتنا الاقتصادية، العودة إليكم مرة أخرى محمد وأدا. شكرا لك مرنا. هبط 3 رواد فضاء صينيين على الأرض على متن كبسولة العودة لسفينة الفضاء شينشتو 14، ما ينهي مهمة استمرت 6 أشهر في محطة الفضاء الصينية. كان رواد الفضاء الثلاثة يشرفون على المرحلة النهائية من تشييد محطة الفضاء، والتي اكتملت في شهر نوفمبر. تمثل المحطة إنجازا هائلا في برنامج الفضاء الصيني المأهول الذي بدأ قبل 3 عقود. نهاية أخبار السادسة، ولا يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة ويحضر كشف الهيئة للطلاب المتقدمين، ويوصي بالتسلح بالعلم والمعرفة في مواجهة التحديات. مدبولي يترأس لجنة إصدار الرخصة الذهبية ويؤكد سعي الحكومة لتسهيل الإجراءات واعتبار ملف الإنتاج والصناعة أمنا قوميا. رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا يقول إن الحكومة قد تستعين بالجيش لتخفيف آثار الإضرابات. نهاية نشرة السادسة، شكرا لكم، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.